مرحبا أعزائي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. وياكم أحمد السعدي من قناة شكو ماكو تك، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من حلقاتنا. الحلقة اليوم راح نكمل نحكي بيها عن الاس اي لينكس. احنا بالحلقات اللي قبلها حكينا عن الاس اي لينكس، شنو الاس اي لينكس، بعدين نحكي عن الاس اي لينكس كونتكست، شلون نستعمله وشنو فوائده. وياها حكينا على الاس اي لينكس بوليسي، انه احنا عندنا 3 انواع بوليسيز، هي الديفولت بوليسيز الموجوده عندنا، واحنا عندنا البوليسي التارجتد اللي هي دائما الديفولت اللي ريد هات انتربرايز لينكس يستعملها. بس عندنا احنا مشكله هنا، انه هاي الديفولت بوليسي ما راح توالم الكل، يعني مو الكل هاي تفيده، يعني اكو قسم شغلات تفيدهم او قسم ما تفيدهم، اكو قسم يحتاج مثلا يسوي انيبل الى شغلات هي ديسيبل باي ديفولت، او يحتاج يسوي بالعكس، يسوي ديسيبل الى فد خواص داخل هاي البوليسي بس هي انيبل. فما تعطينا مرونه كافيه، فعلى مود حلوها طلعوا فد شيء ثاني ويا الاس اي لينكس اللي هو يحل هاي المشكله، اللي هو اس اي لينكس بولينز. البولين هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن مجموعه خواص او فيتشرز يعني داخل الاس اي لينكس، اللي كل خاصيه منها هي تمثل عباره عن انه خدمه او مجموعه خدمات كلها مجموعه سوا. فالحلو بيها انه هاي اولا انه تكون ثابته ما تتغير، يعني انا ما اقدر اضيف بولينز واشيل بولينز، البولينز موجوده كلها هي بري ديفايند، يعني هم مسويها ومجهزيها احنا نستعملها، بس مطينا انه نقدر نفعلها او ما نفعلها، يعني نقدر نسويها enable أو disable. البوليانز شنو هي؟ من اسمها البوليانز هي عبارة عن مثل السويتش، يعني مثل المفتاح، يا أما on أو off، يعني يشتغل أو مطفي، أو enable disable، أو one أو zero، مثل ما تحبون تفتهموها فهموها، بس هي بيها تأخذ قيمتين، يا أما مفعل أو غير مفعل. فهاي البوليانز هي كلها موجوده داخل اس لينكس، والحلو انه ما يحتاج ريبوت، يعني اقدر اسويها مؤقتا، شلون مثلا سوينا سيت انفورس 0 عم يصير بيرميسيف مود، وقلنا انه نسوي ريبوت انه هاي ترجع. نفس الشيء هنا البوليانز، اقدر انه مثلا اغير السويتش الكونفيجريشن مال كل بوليان واخليها انه بس بالران تايم هذا بس اسوي ريبوت انه ترجع على الاصلي، واقدر انه اسويها دائمي، يعني من اغيرها حتى لو اسوي ريبوت هم ترجع نفس القيمه اللي انا سويتها، ما ترجع على الديفولت يعني. وكمثال على البوليان على السريع، سامعين انتم بالسي جي اي سكريبت، انه السي جي اي سكريبت هو يشتغل على الويب سيرفر، عندك ويب سيرفر، من مواصفات الويب سيرفر انه ياخذ سي جي اي سكريبت، يعني اكو مثل البرنامج او اللي هو يسموه سكريبت يشتغل، تقدر انه انت من مثلا تضغط على مفتاح داخل الصفحه هاي تنفذ فد برنامج اللي هاي يسموه سي جي اي سكريبت. اقدر مثلا اني ما اريد انه هذا الويب سيرفر مالتي الاباتشي ويب سيرفر فرضا انه يقدم هاي الخدمه انه يشغل السي جي اي سكريبت، على مود اذا واحد سوى لي هاك ما يقدر يسوي انجكت يحط سي جي اي سكريبت ويخلي الناس تشغله ومثلا تأذي شغلات ثانية. فإنه أقدر أطفي هاي الخدمة مال السي جي اي فرضا، أو أقدر أفعلها، قسم يحتاجون إنه هاي تكون مفعلة وقسم ما يحتاجون إنه. فهاي من الخدمات اللي على السريع تسويها، يعني بغض النظر لو الويب سيرفر يسمح سي جي اي سكريبت، بس أنا أقدر أخلي البوليانز إنه ما يسمح بالسي جي اي سكريبت، حتى لو الاباتشي انه يسمحها بس الاس اي لينكس يمنعها. فهذا مثال بسيط. زين، على مود هسه نشوفه ونشرح لكم اياه اكثر وتشوفوه بالعملي، خلينا نروح على التيرمينال ونشرحه. ومثل كل مره هم شاي، وشاي ثقيل هم لازم كلش ثقيل على مود تفتهموه ويقعدون راسكم. زين، يلا على التيرمينال ونشرح وياها، شاي هم وياها. زين، احنا بالحلقه اللي قبلها حكينا على الكونتكست، شفنا انه اكو
فشي اسمه الاس اي لينكس يوزر اللي هو جزء من الكونتكست اللي هو يختلف عن اللينكس يوزر. هذا اليوزر تابع للاس اي لينكس اللي قلنا احنا نقدر نشوفه عن طريق نقول له اس اي انفو ماينس يو. هنا انا هسه شوفنا الاس اي لينكس يوزرز. زين على مود اشوف انه اي لينكس يوزر تابع اي اس اي لينكس يوزر، احنا قلنا اني اقدر اضيف الاس اي لينكس يوزر الى لينكس يوزر، فعم اشوفها اقول له اس اي مانج لوجن ماينس ال. فهنا شو يقول لي؟ اي واحد يدخل كروت راح ياخذ هاي الاس اي لينكس يوزر وهذا الرينج ويقدر يستعمل اي سيرفيس. الديفولت شنو معناها؟ الديفولت معناها اي واحد يدخل وما مخصص له هنا ما موجود ما مذكور بهذا التيبل فالديفولت يتطبق عليه. فاني هسه كاي يوزر من ادخل عليه اذا ما موجود هنا اخذ الخواص مال الديفولت اللي هي يعطيني unconfined. unconfined قلنا انه غير مخصص او غير محبوس، يعني اقدر اسوي كل شيء، يعني ما عندي قوانين تطبق علي. الconfined اللي هي اني عندي محدد بشغله واحده اقدر اسويها اللي هي محدد بدومين معين. المهم اقدر اشوف بعد تفاصيل، اقدر اقول له se manage user minus l. هذا شيء يسوي لي؟ يعطيني كل الـ SE Linux user او الـ SE user هنسميها ويشوفني تفاصيل ما هذول اليوزر نفسهم. هاي شو تقول هنا؟ هنا تقول انه اذا اني عندي الـ guest user او الـ guest you هنا هو عبارة عن user هذا الرينج مالته فيعطيني هذا الرول. يعني اليوزر اللينكس يوزر اللي مربوط ويا الجست يو اس اي يوزر ينطي الرول مال الجست ار الجست رول يعني، ونفس الشيء هذول. وهي هذول كل واحد كل رول هنا بخواص معينه. هسه احنا ماكو داعي ندخل نفسكم بهاي. زين خلينا نشوف هسه اذا اسوي يوزر شلون يدخل عليه الرول والاس اي يوزر. لو اقول له يوزر اد مثلا يوزر 2 فرضا، خلا اعطيه باسورد، بدل ما اقول له يوزر 2 اقدر اقول له اكسكليميشن دولار معناها بدل اياه باخر كلمه بالسطر اللي قبله، فحيبدل لي الاكسكليميشن دولار باليوزر 2. بس لو اقول له انتر شوف هنا قال لي هاي صارت تبديل مالته. ها بس هالشيء عم تعلموه بس سريع انه كلش فيد مرات انه بدل ما تكتب الكلمه كامله في الاكسكليميشن دولار يعطيك اخر كلمه بالسطر اللي قبله. بس خلي احط الباسورد. هسه على مود اشوف انه هذا اليوزر من يدخل شو يصير بيه، لازم اسوي لوجن على مود اشوف شلون يصير افكت عليه، شلون يصير الفعاليه من يسوي لوجن. فاقول له SSH user2 at يا ما اقدر اقول له لوكال هوست او اقدر اقول له 000 او اقدر اقول له 127001. ها كلها معناها ادخل لي على نفس المشين. خلينا نقول لوكال هوست. يعني هذا الفينجر برينت اللي حكينا عليه. زين هسه انا دخلت عم اشوف شنو الكونتكست اللي اخذها هذا اليوزر اللي من ضمنه الـ SE user اللي هو الـ SE Linux user. أقول له مثلاً ID minus Z قال لي unconfined هذا الـ user unconfined role و unconfined type والثاني الـ full range. هاي شلون أخذه؟ خلاص عاد هنا أنا. بما أنه هذا أني ما ضايف له كل شيء ف يجي ياخذ الديفولت اللي هي هاي نطاها نفسه هذول. زين خلينا نسوي كرييت فايل، نسوي اتاتش فايل 1 ls minus z. شوف هسه من سويت له اتاتش نطاه
unconfined user والobject r اللي هو الرول. التايب يعتمد اني وين، لانه اني هوم فولدر فطاني هذا التايب مالته. زين لو اطلع هسه شلون اضيف الاس اي يوزر لللينكس يوزر؟ يعني هذا اللينكس يوزر قلنا ما مخصص له اني اس اي يوزر فاخذ الديفولت. زين اذا اخصص له شلون؟ اكو طريقتين. طريقه اقدر اقول يوزر مود شنو هنا أنا اكيد ماينس زي كابيتال زي، اني اي شيء ماينس كابيتال زي معناها اس اي لينكس. فهنا انا اعطي مثلا خلينا نقول guest underscore you اللي هو هذا، نطيته هذا الاس اي يوزر، وهنا انا اعطي يوزر 2. زين هسه لو اقول له اس اي مانج login minus l، شوف هنا استضافة وهذا الاس اي يوزر. زين هسه لو ارجع اقول له ssh بدل ما اصعد وانزل اقدر اقول له exclamation ssh، فمعناها نفذ لي اخر امر يبدي ب ssh. اخر امر اني منفذه يبدي ب ssh نفذ لي من جديد. شوف راح جاب لي هذا نفس الكوماند اللي اني سويته قبل. ها بس عمو شغلات عمود سرع ان العمليات، تعرف واحد من دي يشتغل يحتاج شورت كات، هاي من الشورت كاتس اللي تحتاجها عمود تسهل لك عمل الادمنستريشن. انا لو اعطيت باسورد دخلت هسه اقول له اي دي ماينس زي، شوف هنا غير لي احد. شوف هنا أنا شنو كان unconfined unconfined unconfined. هسه لا هسه صار guest u guest r والguest t. ليش هذا الguest r؟ احنا قلنا هنا أنا شوف اي لينكس يوزر عند الguest u as a user ياخذ الguest role. المهم هسه مثلا لو اقول له touch file 2 ls minus z اعطي lz، شوف هنا أنا هذا اول واحد سويناه، بقى نفس الشيء لانه هذا القديم اني اليوزر ضفته ورا ما سويت create هذا. وهنا أنا هذا الفايل الجديد اللي اخذ هذا new user، شوف هنا أنا unconfined هنا أنا guest you. زين سلو اطلع اكزيت، خلي اروح سي دي هوم اقول له ls minus dz user 2، شوف هذا بقى unconfined لانه احنا قلنا احنا غيرناه بعدين من سوينا على الوقت اللي سويناه له بي كرييت احنا ما ضفنا له شيء فاخذ ال unconfined. زين هسه اني على مود افعل ال SE user اللي ضفته للينكس يوزر هذا يوزر 2، احنا ايش قلنا بالحلقه قبلها على مود افعل الكونتكست اقول له restore con اللي هي restore context على مود ترجع لي اياها للديفولت كونتكست. فخلي اشوف هنا راح تشتغل لو ما تشتغل، فاقول له restore con minus r recursive على مود ياخذه على الفولدر والفايلات اللي جوا، اعطي في على مود فيربس شوف ايش يسوي، اعطي سلاش هوم يوزر 2، شوف كل شيء ما سوالي. لو ارجع اقول له ls شوف بقى unconfined. هاي دا شوفكم اياها على مود تعرفون الريستور كون شو يسوي، اذا الفايل ما بي كونتكست فيسوي له ريستور للديفولت كونتكست مالته اللي حالياً شنو الكونتكست المفروض يحطه عليه. بس إذا الفايل بي كونتكست فما يسوي restore الفول كونتكست مالته اللي هذا يسموه full context، هذا الفول كونتكست ما يسوي له restore الفول كونتكست، يسوي restore بس للtype s e linux type.
أو الكونتكست تايب، وهذا هو ما تغير، بقى نفسه. زين، على مود أجبره يسوي ريستور كل الكونتكست كامل، هذا يحط لي الديفولت مالتي، لازم أقول أسوي له فورس، فبس أضيف له كابيتال F فورس. يعني شوف غير لي هواية شغلات. هسه لو أرجع أقول له ls معناها آخر ls، شوف سوى لي guest. لو أدخل عليه ls minus lz، شوف كلها سوى ليها الديفولت اللي هو حاليا اني شنو الكونتكست مالتي. زين، خليه ارجع. زين، احنا هسه نرجع مره ثانيه نقول اذا من اسوي يوزر او من يدخل يوزر على السيستم، وهذا اليوزر اني ما مسوي له اساين للاس اي لينكس يوزر، ما ضايف له، ما مخصص له اس اي لينكس يوزر يستعمله، فهو يستعمل الديفولت. زين، احنا هسه خلي اقول ارجع اشوف كيما من جديد، اس اي مانج لوج ماينس ال اس اي مانج لوج ماينس ال، فهنا انا حيطي انكونفايند. فرضا اني القوانين مال الشركه مالتي ما اعطي انكونفايند، عاد اعطي غير شيء، مثلا اعطي خلينا نقول user list، مثلا اريد اعطي user ما اعطي unconfined، شو اقول له؟ se manage login minus m، يعني modify للlogin minus capital S. شنو معنى الكابيتال S؟ معناها على اي policy استعملها، اللي هي يعني ما حاليا دا استعمل targeted. لو اقول له tab راح يكمل اياها، ما عندي غير بس targeted لانه هي الديفولت بوليسي مالتي. ماينس اس، الاس هاي الاس اي لينكس يوزر، الاس اي يوزر اللي احنا قلنا هنا أنا هذا يو، خلينا نشوف بقى هنا أنا اقول له يو اس، ادوس تاب يكمل اياها، لانه هنا أنا ما عندي بس يو اس وبعد هذا الثاني يوزر اندرسكور يو. ماينس ار، هنا أنا ماينس ار يعطيني الرينج اللي هي اني قلنا اس 0 هو بس رينج واحد عندي اللي هي الاس 0، واذا اريد اطي ليفل هم اقدر اطي، بس ما اريد اطي ليفل. وراها اطي على اي لوجن نيم يسوي لي هذا التغيير، احنا قلنا اسويه على اندرسكور اندرسكور ديفولت اندرسكور اندرسكور اللي هو هذا. زين، سأرجع أقول له SE manage login minus L، شوف هسه غيره، بدل unconfined صار user underscore u. زين، هسه لو أضيف مثلا user add user 3 password، سلو أسوي SSH user 3، او هنا انا اقدر اقول له SSH هذا at 0. ال 0 معناها ال IP المشين مالتي local host، يعني معناها 0.0.0.0/32 اللي هي local host. أنا الفينجربرنت لأنه هذا ما 0000. طيب شوف هنا أنا غيره، شوف سأقول أقول له ID minus capital Z، شوف طانية هنا أنا user U underscore U. لا أقول له مثلا touch file 1 ls minus Z، شوف سوى لياها user underscore view. زين، انا هاي اعطيتكم اياها عمود اولا تشوفون شلون تسوون ال SE users وشو العلاقة ويا Linux user وشو العلاقة بالرول مال Linux user،
وشون يضيفون الاس اي يوزر لللينكس يوزر، وشون هو اصلا يتنفذ. والسبب الثاني على مود هسه من نشوف البوليانز نقدر نشوفكم فد مثال اللي هي تابع للاس اي يوزر، نشوف شون البوليانز راح يفيدنا به. زين هسه على مود اشوف البوليانز اكو كوماند اسمه get se bool، يعني get se linux booleans minus a، يعني اريد اشوف كل شيء. شوف هاي كل البوليانز اللي عندي موجوده بالاس اي لينكس، شوف هاي عندي بوليانز، فهاي كل وحده منها هي عباره عن فيتشر. خلينا نشوف مثلا المثال اللي حكينا عليه، هاي شوف هاي HTTPD underscore enable underscore CGI اللي هي حاليا هي on، هذا يشوفني شنو حاليا موجودة مو شنو الديفولت. يعني حاليا بالرن تايم، يعني من دي شغل لينكس هسه، شنو هاي البوليان شنو قيمتها، on لو off، one لو zero، فهي حاليا on. معناها انه انا لو اشغل ويب سيرفر فهذا الويب سيرفر راح يدعم لي CGI سكريبت، لو اريد اطفيه اقول له set se bool http خايدو ستاب دي، هو كمل لي، لو اقول له مثلا دبل تاب يشوفني كل الشغلات اللي عندي بوليانز اللي تبدي بال http دي. فاني اجي ادور هاي، هاي اللي احتاجاني، اقول له enable tab سوالي enable underscore، اقول له مثلا c tab طالي cgi، وراها اقدر اقول له مثلا false، هو اقدر اقول له zero. خلينا نشوف. زين هسه لو اقول له get se bool httpd underscore enable cgi، شوف قال لي حاليا off. زين هذا التغيير ما راح يكون permanent، يعني من اسوي ريبوت للجهاز راح يرجع الديفولت مالته اللي هي كانت on او true enable one. زين خلينا نشوف انه شلون نشوف الديفولت والكرنت نفس الوقت. او كمان الاخ اللي هو الاس اي مانج اللي هو يسموه مثل السويس نايف، اللي هي هاي السويس نايف، هاي السكينة اللي بيها كل شيء، بيها شغلات مفيدة دائما اللي تكون كل شيء صغيرة وكومباكت يعني وتطيني هاي شغلات، يسموها سويس نايف مال الاس اي لينكس، اللي هي اس اي مانج بوليان ماينس ال. شوف هذول تطيني كل الاس اي لينكس بوليانز وياها تفاصيل ثانية. خلنا نصعد فوق، شوف كل شو هاي، شوف هنا أنا. هاي اسم الاس اي لينكس بوليان اللي هاي، هاي الستيت معناها الكرنت ران تايم ستيت، يعني حاليا هي اون لو اوف، وهاي الديفولت مالتها. وراها يعطيني ديسكريبشن انه يقول لي فتشي نبذه مبسطه انه شنو هاي البوليان شو تسوي. فخلي ارجع اعيد الكوماند، اقول له مثلا grep سي جي اي، شوف اكثر من سي جي اي عندي، انا هاي اللي احتاجها. شوف يقول لي حاليا هي off state بس الديفولت مالتها on، allow httpd to enable cgi، يعني هاي معناها انه انا لو اسوي ريبوت راح تصير on من جديد. عامد اسويها off اقول له set se bool boolean يعني minus capital p، capital p معناها اسويها permanent httpd underscore enable CGI، وراها اسويها false. اوكي شوف هناك سويناها zero، هنا سويناها false. ارجع اقول له SE manage، شوف هنا أنا غيرها، غير current state وغير الديفولت، كانت on صارت off. اوكي زين اكو طريقة ثانية، احنا قلنا هاي الـ SE Manage هي السويس نايف تول انه كل شي تسوي، فاقدر استعملها على مود هم اسوي
enable و disable للبوليانز. فأرجع أقول له SE manage boolean ويا التاب يكمل minus M معناها modify minus 1 معناها سوي لي enable وراها أطي enable شنو فأقول له http d underscore enable underscore cgi سأرجع أرجع أجيبه من جديد سوى لياها enable هنا أنا هذا دائما يسوي permanent الاسي مانج دائما ما يتغير بي يغير permanent زين خلي هسه نشوف نعطيكم مثال شون انه البوليانز نقدر نستعملها عم نغير البيهيفير مال الاسي لينكس او مال الخدمة اللي يقدمها السيرفر شون البوليان يأثر على الخدمة هاي أو شون يخلي الـ SE Linux يأثر على الخدمة هاي لو نرجع نقول له SE manage user minus L لو نشوف هذا هذا اليوزر هذا من خصائص هذا اليوزر إنه ما مسموح له يسوي لوجن يعني هذا أي واحد عنده هذا الـ SE user اللي هي sys admin ما مسموح له يسوي لوجن باليوزر هذا فخلي نشوف هسه نضيف هذا اليوزر الى مثلا هذا يوزر 3 اللي ضفناه هسه ونشوف انه شلون ياثر عليه فعلى مود اضيفه احنا قلنا نسوي يوزر مود وطريقه ثانيه اللي هي السويس نايف اللي عندنا الاس اي مانج هم يقدر يغير اللوجن لليوزر اللي اس اي مانج لوجن minus A معناها add minus S معناها ال SE user فأعطي هذا sysadmin ويتا بيكمل sysadm وراء أعطي اسم اليوزر اللي هو user 3 قلنا هسه لو أرجع أقول له SE manage login minus L شوف هسه سوالي اليوزر 3 خلالي انه تابع على sysadmu زين خلينا نشوف هسه اذا نريد نسوي لوجن على يوزر 3 احنا شفنا دي الساعه نقدر نسوي لوجن سوينا لوجن بس لو ارجع مثلا explanation SSH راح ينفذ لي اخر SSH اللي هي كانت مال user 3 SSH user 3 at 0 شوف SSH user 3 at 0 هسه لو اعطي الباسورد المفروض ما يشتغل خجلني هذا والله خجلني المفروض ما يشتغل زين خلينا نشوف ليش ما ليش اشتغل يعني المفروض انه ما يخليني خلي اقول له اكزت خلي اشوف يجوز الاس ان اكس احنا خليه permissive mode get enforce ها شوف هذا permissive يعني لو هسه احنا كنا خلينا نفتح تاب الثانيه اللي اصغر هنا انا سوي له tail minus f var log audit.log اسوي له SSH من جديد شوف انا هنا سوالي log وهنا انا يقول لي ABC denied بس هذا permissive ولهذا انه سمح لي لو سأقول له set enforce one هذا يعني user لازم أكون root أقول له exit هسه set enforce one get enforce enforcing هسه لو أقول له SSH أعطي password شوف هنا أنا يقول لي broken وهنا لو أنزل
باللوجز، اطلع فوق. لا نشوف هاي، يقول لي permissive zero مو permissive هذا، وهذا الكونتكست بيحاول يسوي لوجن وهذا وقفه. زين هسه خلينا نشوف ال SE boolean شلون راح يفيدنا. لو اقول له get SE bool minus A اسوي له grip SSH. شوف هنا هاي الكي اللي هي SH sys ADM login off، معناها ما اقدر اسوي login ك system admin. يعني معناها اني اللوجن كسيستم ادمن ما مسموح لي، اني مطفيها. لو ارجع اقول له SE manage عم اشوفها اكثر، boolean minus L، اقول له grip SSH، هي تشوفني اكثر هنا allow SSH to sysadm login، معناها خلي اليوزر اللي عنده sysadm يسوي لوجن، بس هنا مطفيه معناها لا تخلي يسوي لوجن. لو اغيرها اقول له set SE bool SSH underscore sys tab، طانياها اعطيها true او خلي اعطيها on عم نشوف. لو ارجع هنا هسه اقول له من جديد سوي لي اياها on، خلي اسوي SSH من جديد. اعطي password، شوف قاعد اسوي لوجن. فهاي فائده البولين، ماكو داعي انه اغير كونفيجريشن كامله طويله او اضيف كونفيجريشن. عندي هاي السويتش يسوي الانيبل ديسيبل الى خاصيه معينه اللي هي هاي اللي قدرت انا اسوي لها انيبل اللي هي باي ديفولت ديسيبل. نسوي اكزيت. زين خلينا نشوف سيناريو ثاني، خلينا نسوي كلير. السيناريو الثاني راح نسويه بس خطيكم شويه مقدمه بسيطه عنه. الاباتشي ال HTTPD بيفت خاصيه اللي قبل كان يستعملوها اللي هي يسموها هومدر، اللي هي تسمح لليوزر يقدم الويب بيج مالته عن طريق الهوم فولدر مالته. يعني الاباتشي يقدر يقدم البيج مال كل يوزر اللي هي تكون موجوده داخل الهوم فولدر مالته، اللينكس هوم فولدر. هاي كانوا قبل يستعملوها بوقت الدايل اب، كنا نستعملها على مود نخلي اليوزر يشوف البيج مالته او السيرفر بيج مالته من الهوم فولدر مالته. فاحنا كان عندنا سيرفر وكل اليوزرز مالته يقدرون انه يسوون كل واحد البيج مالته. هذا شلون مثل فيرتشوال ويب هوستنج، بس هسه حاليا ما يستعملوها ويا الفيرتشوال هوست، قمنا نقدر نسويها عن طريق الفيرتشوال هوست. فهاي وقفوها لانه صارت بها مشاكل هواية، فهي حاليا هاي واقفه. فخلي نسوي انيبل هاي الخدمه على الاباتشي ونشوف شلون الاس اي لينكس هنا يساعدنا انه نوقفها ونشغلها. لو اروح على cdetc/httpd/conf.d سوي ls-l، شوف هاي الكونفيجريشن اللي اني اريد اغيرها. اقول له vi-user-dir.conf، شوف هنا يقول لك على مود سوي enable، هاي حاليا اليوزر دير ديسيبل، فعم اسوي لها انيبل. بس هنا أنا اسوي لها هاش، وهنا أنا يقول لك عم اسوي انيبل هاي الخدمه للهوم يوزر، هاي اسوي لها يوزر دير بابليك اتش تي ام ال، سو انيبل للبابليك اتش تي ام ال. زين هنا بس اسوي لها سيف اكزيت، خلي اسوي ريلود لل اباتشي على مود يعرف انه انا غيرت هاي. فاقول له system ctl reload httpd، هسه يسوي لي ريلود لل httpd. خلي اسوي su مثلا user1
سوي ميك دير هناك قال لازم نسوي public underscore html زين لسه لو أقول له echo حطها على index.html سوي له ls-l موجودة هياتها زين خلي أفتح هسه البراوزر ويب براوزر يعني أقول له localhost هسه على مود أقول له روح على home user أقول له tilde user1 هي هاي الطريقة اللي أروح بها على home user tilde معناها home folder مال user1 إيش قل لي هنا أنا forbidden زين خلي هنا أنا هذا التاب هنا أنا خلي زين خلي أفتح هنا أنا تاب ثانية هذا أقول له tail minus f var log http d error underscore زين هسه لو أقول له refresh من جديد شوف الثاني هنا access denied ليش يقول لي permission are missing بس أنا كل شيء ما وصلني للأس إي لينكس. الأس إي لينكس ما وصلني أي إرر عليه بخصوص هاي البيج. ليش هاي؟ إحنا عندنا اليوزر اللي يسوي أكسس عليه هو الأباتشي يوزر. فالأباتشي من يجي يريد يدخل على الفولدر هذا فلازم عنده أكسس على الفولدر هذا. خلينا نسوي ls-ld. سوي cd dot dot ls minus ld user one cd dot dot هذا الهوم نسوي ls minus ld شوف عن هنا أنا هذا الهوم فولدر عندي بس read write execute للأونر الجروب ما عندها أي شيء والأذرز ما عندها أي شيء هذا الاباتشي يوزر من يجي راح يجي يطبق عليه الاذر فاني شحتاج احتاج اخلي الاباتشي يدخل عليه مو يقرا يدخل احنا قلنا على مود تحتاج تدخل على الفولدر او الدايركتوري تحتاج اكسكيوت الاكسكيوت يخليك تسوي سيدي للفولدر والار يقدر يسوي لك ls للفولدر يعني يسوي ليست للفولدرات داخله انا ما اقدر اعطي ls اقدر اعطي بس يقدر يسوي cd change directory الى على مود يقدر يوصل لل html الاندكس html فايل فاقول له change mode others plus x user1 سوي له ls من جديد شوف هسه صار عنده execute زين وين ما يدخل عليه ls minus ld public html عنده execute فالاباتشي يقدر يدخل على اليوزر 1 وبعدين وراه يقدر يدخل على الببليك خلينا نشوف الببليك ls minus l الindex هم عنده read access للفايل هذا فمعناها البرميشن صحيحة هسه خلي هنا نسوي تاب خلي نسوي مرة ثانية هنا نفس الشيء طاني permission missing اجي هنا شوف هنا طاني IVC الactive vector هنا طاني error وقال لي انت ما مسموح لك تدخل عليه على مود نتأكد خلي اسوي exit اقول له set enforce 0 get enforce permissive خلينا نشوف هسه شوف هنا طاني اوكي طاني اياها البيج معناها هي اس اي لينكس مثل ما شفناها هنا خلي ارجع اقول له set enforce 1 على مود نرجعه
هسه لو اجي اسوي ليست للبوليانز اقول له get s e bool minus a grep httpd. شوف لو كل httpd الفيتشرز فاني احتاج الهومدر، خلي اقول له grep homedir. شوف هاي enable homedir off، حاليا off. لو اقول له se manage boolean minus l grep هذا، شوف اقول له هي off ب off. زين هسه لو اقول له set se bool httpd underscore enable homedir ولا on، شوف حاليا هي on. هلا شوف، شوف اشتغلت اشتغلت هنا، أنا ما حيكون عندي error. خلي شوفكم انه ماكو error، شوف منطاني ايرار، منطاني ايرار لانه اني سويت البوليان هاي اون، يعني سمحت الاس ال لينكس انه اني اقدر اقدم الخدمه عن طريق الهوم دايركتوري. زين هسه خلي ارجع اقول له اس اي مانج لوجن ماينس ال، على مود الغي هاي لساني مو ضفت هذا اليوزر، على مود ألغي الأسايمنت مال هذا الأس إي يوزر لليوزر 3، عمود أشيله أقول له أس إي مانج لوجن ماينس دي يوزر 3، معناها شيل لي اليوزر 3. هسه أرجع أقول له شوف شاله ما موجود. نفس الشيء أقدر أقول له مثلا user 2 شاله. زين خلي سنرجع هذا شلون ما كان قبل الديفولت عمود ليس لنا مشاكل. اقول له se manage login minus m minus s targeted هنا لو تاب يخلص minus s اليوزر اللي احنا قلنا نعم الاس اي لينكس يوزر اللي احنا قلنا احنا نطي انكونفاين رجعه ويا التاب خلص ماينس ار اللي هو الاس زيرو نطي الديفولت. زين هسه لو ارجع اقول له ليست، شوف رجع لي مثل ما كان بالاول. ها بس عم رجعنا نفس السيتنج عمود لا صعدنا مشاكل بعدين. هسه بهاي جينا حلقتنا اليوم، شكرا زين على المشاهده. هاي الحلقه شفنا شلون نستعمل الاس البوليانز ويا الاس ال لينكس، شويه فلكسبيليتي صار عندنا ويا الاس ال لينكس كونفيجريشن بالاضافه للفايل كونتكست. فاللي عجبته الحلقه هاي يدوس اليد فوق، واللي ما عجبته هم فوق، واليوم يشترك بالقناة يشترك ويتأكد انه يدوس على السبسكرايب موجودة هنا، ويتأكد انه يفعل جرس التنبيه وانه يكون محطوط على الاول عم يتوصل نوتيفيكيشن بحلقات جديدة. فشكرا جزيلا على المشاهدة، واهلا وسهلا بكم قناة شكو ماكو تك.